بنات هنا لتحضير هاد الحلوة هادي، غادي نحتاج عندي هنايا زلافة ديال الكوك، زلافة عامرة ديال الكوك، عندي هنايا لي فروي كونفيس او الفواكه المعسلة، تيجيو على هاد الشكل هذا، تيجيو في هاد البواطة هادي، هادو هما اللي غادي نستعمل. نحتاج كذلك القليل من القرقاع، تقدروا تستعملوا اي فاكهه جافه نتوما كتفضلوا، سواء اللوز او الكاوكاو. انا عندي هنا القرقاع اللي غادي نستعمل. وغادي نحتاج كذلك هنا عندي الحليب المركز المحلى كراميليزي، خديت العلبه ديال الحليب المركز المحلى ودرته في الماء، غطيته بالماء في الطنجره ديال الضغط، خليته حتى سديت عليه، خليته حتى طاب، يعني تقريبا مده ديال ساعه الا ربع حتى ساعه ديال المكانه، حتى كيتكراميليزا بحال هكذا كتلقاو البواطه ديالكم تنفخات. صافي، هو باش غادي نجمع هاد الحلوه ديالي، غنجمع به هاد الكوك هذا حتى يتماسك ليا القوام ديال الحلوه ديالي، وخليكم معايا باش تشوفوا الطريقه بالتفصيل. كنخلط الكوك مع الفواكه المعسله، هنا غادي نضيف كميه من القرقاع، يعني القرقاع قطع طريفات صغار، نخلط جميع المكونات. غناخد الكراميل اللي صاوبنا، غادي نبدا نضيف شويه بشويه، وانا تنخلط حتى كنحصل على عجينه متماسكه. البنات بعد ما عجنت الخليط ديالي كيف كتشوفوا، صافي حصلت على عجينه متماسكه، خديت العجينه ديالي بديت كنكورها على شكل كويرات صغار هكذا، حتى كملت الكميه كلها اللي عندي. صافي، خديت شوكولاته سوداء ذوبتها في حمام مريم او البان ماغي. صافي، ودابا غادي نبدا نرمي الكويرات ديالي ديال الكوك والكراميل على هذا الشكل هذا. كنرميهم في الشكلاط مباشره، كنحطهم على طاوله مسطحه يكون فيها واحد البلاستيك او ورق غذائي، بلاستيك غذائي، وكنخلي الكويرات ديالي حتى كينشفوا. صافي، كناخذهم مباشره تنديرهم في كويرطات ديال الحلوه على هذا الشكل هذا، تيجيو هكذا. نتوما كتختاروا اي شكل واي لون واي نوع كيروقكم وكتفضلوه، تقدروا تختاروا هذا النوع هذا او هذا، تبقى لكم الاختيار. صافي، كنستمر حتى كنكمل الكميه ديال الحلوه كلها اللي عندي. دابا البنات كيف كتشوفوا، بعد ما ساليت من تشكيل الحلوه ديالي هنايا، بعد ما درت لها الشوكولا ودرتها في الكويرطات بعد ما نشفات، كتجي على هذا الشكل هذا. انا هنايا غادي نمر المرحله ديال التزيين. انا خديت هنايا عندي صلصه الكراميل موجوده في البيت، نخلي لكم الرابط ان شاء الله في خانه الوصف، وصافي. وغادي نديرها في سيرانغ او ابره خاصه بالمطبخ، وغادي نبدا نزين على هذا الشكل هذا، كتعطي منظر جميل وكتعطي ان غابيل ديال الكراميل اللي عملنا في الحلوه ديالنا من الداخل.
صافي كنستمر على هذا الشكل هذا حتى كنكمل التزيين ديال الحلوه اللي عندي، ونتلاقاو في التقديم ان شاء الله.